حياكم الله مرة أخرى. اليوم يا جماعة الخير بنتكلم عن قضية مهمة جدا، وهي إدانة الغير. إدانة الغير هذه مشكلة عالمية ومش مشكلة سعودية بس. عادة الإنسان يرمي اللوم على الآخرين علشان يبرر نفسه، وهذه مشكلة من أيام أبونا آدم لما أخطأ بأن أكل من شجرة معرفة الخير والشر، وجاء ربنا يسأله، تلاقي آدم فورا حط اللوم على الله اللي أعطاه حواء، وعلى حواء لأنها أغرته. طب أنت يا أبونا آدم، يعني كنت أنت إنسان الطيب المسكين اللي لبس يأكل عشاء، ما لك ذنب، طيب أنت، كل الذنب على حواء هي اللي، وعلى الله اللي أعطاك حواء. للأسف هذه مشكلة إنسانية. وإيش سببها؟ سببها الخطية. طيب إيش هو الحل؟ الحل طبعا بالمسيح. المسيح إيش يقول؟ يقول لا تدينوا كي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون. متى 7 الآية 1-2. يعني لما تلوم أحد ثاني، على الأغلب إنه هذه المشكلة فيك أنت، والمثل يقول اللي على رأسه بطحة يحسس عليها. ولو وقعت بهالخطية يعني الإدانة، في عندي لك خبر ما يقدر بثمن. اسمع كلام الرب اليوم لك أنت: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يوحنا الأولى 1:9. هللويا، لك المجد يا رب. يا جماعة الخير محتاجين نصلي مع بعض، شاركوني بهذه الصلاة. يا سيد العظيم، يا إله القداسة، يا يسوع الألف والياء، البداية أنت هو والنهاية. يا سيد العظيم علمنا 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 أن نبطل ندين الغير، وقبل ما ندين أحد ندين أنفسنا، عشان نشيل الخشبة اللي بعيننا قبل ما نشوف الخشبة اللي بعين أخونا. فيا سيد العظيم حتى كمان بتربية الأطفال لازم ننزل عند تفكير أطفالنا، بدل ما نضربهم على الغلط. لو قعدت أفكر أنا بطريقة تفكيره، أعرف أنه معظم الأوقات أنه الطفل هذا سوى الغلط لأنه مش واعي أنه هذا غلط. فاعطينا يا رب أنه ننظر للناس، ننظر لعيالنا، ننظر لأسرنا، لجيراننا، لأحبابنا، لقبيلتنا، لكل شيء حولنا يا رب، ننظر لهم بعيونك أنت يا رب، عيون المحبة، عيون الباذل اللي يضحي بنفسه من أجل أحبته، الراعي الصالح. أعطينا هذا النظرة يا رب باسم يسوع المسيح، حاطط هذا الأمر بين يدك بكل تواضع. آمين.